الاتحاد المصري لكرة اليد، واللي بتستضيف البطولة الدولية في أرض المحروسة، واللي دايما وأبدا بإذن الله محروسة، وبكل قلبنا وبودنا نكون متجمعين هنا إن شاء الله بعد سيداتي أنسات ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، يسعدني أن أكون مع حضراتكم لنقل أحداث ووقائع تاني لقاءات بطولة استادات الدولية لكرة اليد لمنتخبات الشباب. لقاء الأمس واليوم الأول اللي كان مواجهة المنتخب المصري شباب الفراعنة في مواجهة المنتخب الروماني، واستطاع نجوم مصر ان هم ينهوا اللقاء لصالحهم 31-29. وتاني اللقاءات اليوم بتجمع مواجهة أوروبية خالصة ما بين المنتخب المجري والمنتخب الروماني. أمام حضراتكم المنتخبين نازلين لأرض الملعب، قيادة تحكيمية، طاقم تحكيمي مصري خالص بقيادة المحكمتين الدوليتين هايدي وياسمين السعيد، منتخب المجر بزيه الأحمر بالكامل، والمنتخب الروماني بزيه الأزرق بالكامل. نزل الفرقتين إلى أرض الملعب مشاهدينا الأعزاء، وتحية الحاضرين والمتواجدين في الصالة رقم 2 بمجمع الصلاة باستاد القاهرة الدولي، والسلام الوطني لجمهورية المجر. We'll be right back.
استمعنا مشاهدينا الأعزاء إلى السلامين الوطنيين للمجر ورومانيا. قلنا لحضراتكم إن دي تاني لقاءات بطولة استادات الودية الدولية للشباب لكرة اليد. لقاء اليوم لا يقبل القسم على اثنين مشاهدينا الأعزاء، حيث بالأمس خسر المنتخب الروماني من المنتخب المصري، واليوم تاني لقاءات منتخب رومانيا وأول لقاءات منتخب المجر اللي بكرة إن شاء الله هيقابل شباب الفراعنة في لقاء وختام بطولة السادات الدولية. والبطولة دي مشاهدينا الأعزاء تعتبر إعداد لمنتخبنا الوطني للشباب واستعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية في أكرا غانا 24 إن شاء الله. سوف يخوض منتخبنا الوطني للشباب هذه البطولة مطعما ببعض اللاعبين من المنتخب الأول، ولكن القوام الأساسي من منتخب الشباب مواليد 2004. قدام حضراتكم هنقول لحضراتكم على طول كده سريعا، هنخش في أجواء اللقاء وتشكيل الفريقين. عندنا منتخب رومانيا ألين كوزماسيك ولوكا بيرفوفير في حراسة المرمى، وألين يمكن قدم امبارح لقاء قوي جدا وكانت نسبته في التصديات عالية جدا. أيضا رقم 3 بوغدان أوانسيا، 5 جورج بينيتوي، 6 ديفيد بافلوف، 25 لوكاس سابو، 7 بوغدان فويكا، 9 سورين جورج، 10 كاتالين ماريان، 11 بوغدان بوكولاي، 15 كودرين رادو، 20 إدوارد جورجي، 21 سيلفيو، 27 ألكساندرو، 31 ألكساندرو جوري، 44 مهني توما، مدير فني أدريان بيتيريا، مدرب إينوت باسكوسو، مدرب حراس مرمى رودي ستانسكو، علاج طبيعي سيزر فاريك. ده تشكيل والجهاز الفني لمنتخب الروماني. انطلق اللقاء في بداية الثواني الأولى ومرحلة جس النبض وتحسس كلا الفريقتين. المنتخب الروماني ابتدى رمية الإرسال، ومنتخب المجر بيلعب بطريقته الدفاعية 3-1 مفتوحة. شايفين حضراتكم رقم 71 طالع بره 9 متر وكرة على الدايرة جميلة تنزل إلى اللاعب رقم 9 اللي بيحرز أول أهداف في اللقاء للمنتخب الروماني، وتصويبة قوية عن طريق مين؟ هنقول لحضراتكم بقى تشكيل المجر برضو. بيلعب رقم 5 في الجناح اليمين الوينج رايت، 26 في الباك رايت، و90 في صانع الألعاب والسنتر هاف، 77 في الباك ليفت. كرة تانية توصل على الدايرة ومنه إلى اللاعب رقم 72 سوبومور زيبيسي ويوصلها للجناح، لكن تصويبة ويتصدلها حارس المرمى لوكا بيرفوفير اللي بيبدأ بيه اللقاء النهاردة الجهاز الفني للمنتخب الروماني. تاني منتخب رومانيا هيحاول برضو، بقول لحضراتكم منتخب بيمتاز بالقوة البدنية القوية جدا، يمكن واضح أمام حضراتكم رقم 27 ألكساندرو السنتر فيرويد أهو اللي طلع من ورا السنتر هاف واستلم الكرة ونزل تاني على الدايرة في الباك ليفت بوغدان، وكرة تقع ويلمها تاني صانع الألعاب ألكساندرو، لكن ما استلمهاش الجناح الشمال اللي حاول يعمل تفويته للكرة وتقاطعات ما بين الخط الأمامي والخط الخلفي، واستلمها تاني السنتر هاف وتبقى دبل دريبل عليه وصفرها على طول من طاقم التحكيم اللي قلت حضراتكم الكابتن هايدي وياسمين السعيد، وفاول ومخالفة لصالح المنتخب المجري. تاني المجر عن طريق رقم 90 ليفنتي توث صانع الألعاب أهو اللي معاه الكرة بيعمل خداع كده ويمرر كرة على الدايرة للسنتر فيرويد
او الجناح الوينج رايت اللي قطع وساب مكانه من الجناح اليمين وراح بين الناحية التانية عند مركز واحد واثنين الدفاعيتين للمنتخب الروماني، لكن تصدلها وكانت برة الثلاث خشبات ويلمها رومانيا وتروح، وبرضو تصويبة يتصدلها حارس المرمى وبرضو بترد تانية المجر وتصويبة وموعد مع التألق للوكا بيرفوفير حارس مرمى المنتخب الروماني. تاني ألكساندرو تقع الكرة تاني حاول يمرره على الدايرة ويلمها حارس المرمى وفاست بريك سريع توصل إلى اللاعب رقم 26 من المجر، وأول أهداف المجر وهدف التعادل والتعديل عشان تبقى النتيجة 1-1. مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، في أولى لقاءات المنتخب المجري في بطولة السادات الودية الدولية لمنتخبات الشباب لكرة اليد. نلعب في الدقيقة 4 مشاهدينا الأعزاء، تصويبة قوية عن طريق الظهير الأيمن الباك ليفت كودرين للمنتخب المجري للمنتخب الروماني، ويرد المجر على طول وتوصل للجناح، لكن قلت لحضراتكم لوكا بيرفوفير قافل تماما مرماه وشباكه على وأمام تصويبات المنتخب المجري. أهي المخرجنا على طول والكاميرا جاية على المتألق حتى الآن لوكا، هل يا ترى هيكون ليه عامل الترجيح للمنتخب الروماني في هذا اللقاء؟ يمكن برضو ضيوفنا وزملائنا وكباتنا الكبار في الاستوديو التحليلي مع الزميلة مريم استمعت ليهم مشاهدينا الأعزاء قبل بداية وانطلاق هذا اللقاء، إن المنتخب المجري اللي أمام حضراتكم بزيه الأحمر أهو لعب لقاء ودي برضو قبل انطلاق هذه البطولة مع المنتخب المصري، ونجح شباب الفراعنة في الفوز وحسم اللقاء لصالحهم بنتيجة 29-27 بفارق هدفين، بالرغم من تقدمهم طول أحداث اللقاء بفارق 6-7 أهداف و5 أهداف، واستطاعوا أن هو ينهي اللقاء لصالحهم. تاني منتخب المجر عن طريق مين؟ عن طريق اللاعب برضو الجناح اللي بقول لحضراتكم واضح أن فيه شغل خططي وتكتيك جماعي بيتم وبيطالب لازيو ستونيا المدير الفني لمنتخب المجر على تحقيقه وتعويد لاعبته عليه ان هي يأدوا. ادي ناجي بقى، ادم ناجي رقم 26، هل يا ترى هو اهو اللي قدام حضراتكم؟ ادي الاعاده والاختراق وعمل المروحه، لكن كان فيها دفعه وما احتسبش الهدف واحتسبت رميه حره واتلعبت سريعه واتقطعت التاني لصالح المنتخب الروماني. هل ادم ناجي هو ناجي لازيو ناجي أسطورة كرة اليد المجرية وأحد اللاعبين اللي كانوا محترفين لفترات طويلة ببرشلونة الأسباني؟ واضح كده لأنه برضو هو نفس الاسم وأيضا نفس الطول الفارع، وآدي كرة على الدايرة توصل، تعاون ما بين الخط الخلفي والخط الأمامي ما بين الباك ليفت بوجودان رقم 7 ولاعب الدايرة رقم 27 ألكساندرو. طلع بوجودان أهو استلم كورته وطلع ارتقاء عالي ونزل الكرة لألكساندرو اللي استلم بإيد واحدة ولف ودار وصوب، لكن كان معاه دفاع ويحصل على الرمية الجزائية. رمية جزائية بيسجلها مين؟ اللاعب رقم 5 جورج بينيتوي، ومعها تاني أهداف المنتخب الروماني مشاهدينا الأعزاء. أدي ناجي أهو اللي بقول لحضراتكم، أدم ناجي في الباك رايت الجناح الظهير الأيمن، ويخترق تاني ويتغل ويعمل خداع ويحصل على رمية جزائية وإيقاف لمدة دقيقتين. لاعب صغير السن مواليد 3 إبريل 2005 مشاهدينا الكرام،
شايفين حضراتكم برغم الطول الفارع اهو، ونزل له على طول الجهاز الطبي ايبيجيل فيف. طبيب المنتخب المجري بيقدم له الاسعافات الاوليه، وقام ناجي ورميه جزائيه هيوجهها مين دلوقتي؟ رقم 7 رونالد تيريك في مواجهه إيلين اللي نزل دلوقتي. إيلين كوزماسيك يتصدى للرميه الجزائيه اللي بيمتاز بالطول الفارع وكان ليه نسبه تصديات عاليه بالامس مشاهدينا الكرام، لكن ينجح رونالد في احراز الهدف الثاني لصالح المنتخب المجري. تاني رومانيا وتقاطعات وهو لعب على الأجنحة ويصوب، لكن يتصدى دلوقتي لازيو لوفستايك ويمنع الكرة من الوصول للشباك وتبقى هجمة مرتدة سريعة للمنتخب المجري. لكن رومانيا وارتداد دفاعي سريع وخروج لاعب عشان ينزل حارس المرمى بعد ما كان المرمى خالي نتيجة الإيقاف الدقيقتين. 77 ليفنتي توث وتوصل منه إلى السنتر هاف، ليفنتي توث 90 ويصوب ويخترق ويحرز الهدف الثالث. النتيجة هي أمام حضراتكم 3 لا يمكن على الشاشة، بس لسه فيه هدف ما تحطش ليه منتخب المجر. النتيجة 3 المجر 2 رومانيا، وواضحة يمكن على طاولة التحكيم أمام حضراتكم أهي يمين الشاشة 3-2 وتعدلت أهي. شكرا لمخرجنا ولأسرة الإعداد للقاء اليوم، وعلى طول تصويبة قوية لكن برة ترتضم في العارضة وتطلع برة الملعب رمية مرمى لصالح، تطلع رمية جانب لصالح المنتخب المجري. استلم على طول ليفنتي وبيوصل الكرة لآدم لكن تقع من إيده وتخبط في الدفاع وتطلع رمية جانب. وآدي كان فيها إعادة تاني للكرة وبقت رمية حرة لصالح منتخب رومانيا. ألكساندرو صانع ألعاب والعقل المفكر للمنتخب الروماني بيمرر الكرة وينزل على الدايرة ويقلبوا طريقتهم الهجومية إلى 4-2 بعد ما يوصل الكرة للباك رايت اللي صوب كودرين، لكن يتصدى لها حارس المرمى. وآدي كورة كان فيها كان هياخد ناجي خطوة زيادة لكن طلع كرة قبل ما ياخد الخطوة الرابعة للجناح اليمين الوينج رايت رقم 5 سونجور. وتصويبة ويقطعها الدفاع الروماني على طول توصل ليه رقم 7 بوجدان الباك ليفت، وتانية هي توصل على طول لبوجدان عن طريق مين؟ عن طريق 15 الباك رايت كودرين اللي راح وقطع بعرض الملعب ودخل رقم 7 اهي الكرة ودخل بين 1 و2. شايفين كان في اختراق لكن كان في دفاع وإعاقة عليه ويحصل على الرمية الجزائية رمية 7 أمتار. هيلعبها مين؟ هيلعبها ديفيد بافلوف رقم 6 اللي قدام حضراتكم ويصوب ويحرز الهدف الثالث. 3 المجر 3 رومانيا. بنلعب في الدقيقة 12 مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة النادي الأهلي، في تاني أيام بطولة استادات الدولية لكرة اليد لمنتخبات الشباب. يقطع برضو الجناح اليمين أهو قطع الكرة مرر الكرة لناجي وقطع رقم 5 اللي راجع اهو قدام حضراتكم بيسيب مركزه في الجناح اليمين الوينج رايت ويوصل لحد قدام الباك ليفت هناك ما بين 2 و3 يستغل الزيادة العددية على الدايرة. وواضح ان هي اتكررت اكتر من مرة. ادي فيسكي رقم 71 من المنتخب المجري you
وتصويب اهو قدام حضراتكم ويحرز الهدف الرابع. 4 المجر، 3 رومانيا، تاني كودرين توصل ليه؟ بوجدان لكودرين يهدي ملعبه ألكساندرو العقل المفكر للمنتخب الروماني وصانع الألعاب والسنتر هاف، بيطلب اهو من السنتر فيرود انه يطلع عشان يستلم الكرة من وراه ويروح يمرر الى 7 بوجدان وينزل على الدايرة تاني، محاولة فتح ثغرات ووجود اللي يعني بيعمل ايه حضراتكم اعزائي المشاهدين. يمكن وادي جانب كمان من الجالية الرومانية في المدرجات ونظر الترقب كده من الجهاز الفني، وتصويبة عن طريق بوجدان لكن بلوك حائط صد قوي من المنتخب المجري وتطلع كرة رمية جانب. ألكساندرو خد الكرة تاني وطلع الجناح رقم 10 كاتالين وتوصل الى بوجدان ويصوب كودرين رقم 15 الباك رايت الظهير الايمن يتصدى لها لازيو ويرم على طول المجر ويروح عن طريق 90 ليفنتي اهو ومرر كورته الى 77 تماس وقطع من وراه وحاول يخترق ويتوغل من الجهه العكسيه بعرض الملعب تحركات قطريه كده لكن كان فيها إعاقة وإيقاف لمدة دقيقتين تاني إيقاف على المنتخب الروماني. كده في زيادة عددية للمنتخب المجري، هنشوفه هيستغلها إزاي. حاول يستغلها تماس ويخترق وصوب لكن لوكا قافل مرمى وتصدلها توصل للجناح الشمال ويخش يوسع لنفسه رقم 71 ويحرز الهدف الخامس عشان يزيد فارق الأهداف إلى هدفين. 5 المجر، 3 رومانيا، وإحنا داخلين على منتصف الشوط الأول مشاهدينا الأعزاء. كده مرمى خالي للمنتخب الروماني ويخترق بقى ألكساندرو زي ما بقول لحضراتكم العقل المفكر يستغل مهاراته وقدراته ويحرز الهدف الرابع. وكرة تمريرة جميلة استغلوا النقص العددي وحجز الدايرة وتوصل إلى مين؟ إلى ليفنتي رقم 90 اللي يخترق ويصوب تصويبة قوية تعانق الشباك الرومانية ويبقى الهدف السادس مشاهدينا الكرام. نلعب في الدقيقة 16، ألكساندرو على شماله بوجدان على يمينه كودرين لبوجدان تاني، محاولة فتح ثغرات كده على الدايرة في الدفاعات المجرية اللي بتلعب 5-1 أو 3-2-1 وتوصل للجناح الشمال اللي دخل ووسع لنفسه تماما وشاط كورة قوية كاتالين رقم 10 ومعاها الهدف الخامس. 6 المجر، 5 رومانيا، طبعا منتخب المجر يهمه ان هو يفوز في هذا اللقاء عشان يبقى عنده امل ان هو يوصل. خداع جميل وقوي وتصويبة قوية عن طريق تماس رقم 77 الظهير الأيسر، عمل خداع جميل فنت شمال يمين شمال وتصويبة قوية أرضية بيرد عليها ألكساندرو رقم 31 ألكساندرو جولي برضو بخداع جميل باختراق بتصويبة قوية ولكن المرة دي تصويبة جو جو. ادي التصويبة الاولى لهدف المجر والردة بتاعتها على طول في الشباك المجرية عن طريق ألكساندرو جولي، تصويبة جو جو كده في المقص على شمال حارس المرمى، الهدف السابع السادس لمنتخب رومانيا. لعبت رمية الإرسال على طول ونزل دلوقتي رقم 98 دانيال بالوف في
الظهير الأيمن. وتصويبة ولمها على طول الدفاع الروماني وراحت هجمة منظمة لصالح منتخب رومانيا. اهو شايفين امام حضراتكم في ثلاث لاعبين من المنتخب الروماني عاملين راس مثلث كده رقم واحد من المنتخب المجري عفوا عاملين راس مثلث رقم 71 بيلعب بره لحد ال 13 متر كده او ال 14 متر اهو رقم 71 وايضا بيلعب وادي المدير الفني واضح ان هو مش راضي عن اداء فرقته حتى الان وايضا في المعسكر المجري من خارج الخطوط اهو المدير الفني لازيو سيتونيا المدير الفني للمنتخب المجري واضح انه هيعمل تغييرات وتبديلات في الحلقه الهجوميه وده مشاهدينا الكرام كان المدير الفني للمنتخب المجري للشباب وتصويبه يتصدى لها لازيو من الخط الخلفي ويلمها الجناح الشمال لوكاس او كاتالين رقم 10 ويتصدى لها لتاني مره 2 في 1 كده تصويبتين بتصديين بيرفع نسبه تصدياته في هذا اللقاء مشاهدينا الكرام وادي 98 اهو دانيال جازو اللي معاه الكوره ده ونزل برضو دلوقتي رقم 11 الباك ليفت بيتر ويصوب ويحرز الهدف وتترد على طول للمنتخب الروماني برامي الإرسال ونتيجة وصلنا إلى محافظة على فارق الهدفين لصالح المنتخب المجري مشاهدينا الأعزاء 8 المجر 6 رومانيا تاني كودرين وتمريرة عرضية ما بين الظهيرين الأيمن والأيسر من كودرين إلى بوجدان رقم 7 يخترق ويتوغل ويصوب ويحرز الهدف السابع ويرد على طول رقم 7 رونالد تيريك الوينج رايت ويحرز الهدف التاسع مولنر 88 خارج بعد ما حصل على إيقاف لمدة دقيقتين تاني اهي برضو نفس التصويبة القطرية العرضية بعرض الملعب من كودرين لكن المرة دي مش لبوجدان الباك ليفت لكن للوينج ليفت كاتالين رقم 10 استلم كورته ودخل واخترق وصوب من الجناح الشمال والهدف الثامن لسه رومانيا بتحاول جاهدة ان هي توصل لنقاط واهداف التعادل والتعديل عشان يبقى عندها امل في الوصول إلى تحط قبضتها على هذا اللقاء وآدي بارنا 98 وتصويبة عن طريق بوكولاي رقم عن طريق بيتر رقم بيتر جازو رقم 11 يحرز بها الهدف العاشر كل ما رومانيا بتقرب مشاهدينا الأعزاء المجر بتزيد من إصرارها وعزيمتها في الفوز على هذا اللقاء يمكن برضو متواجد وادي تاني كرة توصل الى بوجدان رقم 7 الباك ليفت يحرز بها الهدف التاسع نلعب في الدقيقة 21 اخر 10 دقائق من زمن واحداث الشوط الاول كنت بقول لحضراتكم ان كان في المدرجات يجلس بابا نويل كرة اليد المصرية كابتن محمد الألفي المشرف على منتخبات الناشئين والشباب وأيضا يتواجد
عناصر منتخبنا الوطني للشباب بيشاهدوا هذا اللقاء وجهازهم الفني والإداري بقيادة كابتن طارق محروس، وكنت بتكلم مع كابتن محمد الألفي وبسأله على منتخباتنا ومنتخبنا وأيضا منتخبات المشاركة في هذه الدورة، فكان بيقول لي كابتن ألفي إن اللقاء اللي لعب ما بين منتخبنا الوطني للشباب ومنتخب المجر الودي اللي كان قبل انطلاق هذه البطولة يمكن يكون مش هو ده المستوى الحقيقي لمنتخب المجر، وأيضا مش هو ده المستوى الحقيقي لمنتخبنا، ويمكن كان ظهر برضو مبارح واضح على منتخبنا شوية الإجهاد وشوية التعب، ده نتيجة إن هم لاعبين أكتر من 4 لقاءات متتالية في 4 أيام متتالية، بالإضافة إن لاعبتنا جميعهم طلبة فبيبقى عندهم امتحانات، فبيروح الامتحانات بتاعتهم صباحا ويرجعوا تاني على التمرين والمباريات، فيمكن ده كان عامل عندهم شوية عدم شوية تركيز وشوية إرهاق، ولكن رجالتنا وشبابنا قادرين ان هم يتغلبوا على كل هذه الصعاب، وايضا الاحتكاكات المباشره والقويه ولعبوا مع المنتخبات الاولى للسعوديه والكونغو وعمان، فايضا دي كان ليها برضو مجهود، وادي تصويبه ثانيه عن طريق بوجدان يعني مسجل اهداف كتيره حتى الان من ال 11 هدف وهدف التعديل والتعادل اللي كنت لسه بقول لحضراتكم عليه للمنتخب الروماني عشان يعدل النتيجه تبقى 11 المجر 11 رومانيا. فطبعا بالتوفيق الى منتخباتنا سواء كان منتخب الشباب، وادي كوره على الدايره تاني بجميله كده بذكاء بيستلم كورته اللاعب رقم 88 هي الإعادة اللي فيها كل الإفادة قدام حضراتكم، واستغل تقدم حارس المرمى وانه نزل ايديه لتحت فعمل له الكرة بريست ايده كده لب من فوقه يحرز بيها الهدف ل 12 صفارة وفاول ورمية حرة من على 9 متر لصالح المنتخب الروماني. كاتالين رقم 10 لعب كورته ونزل على الدايره وقلبوا الهجوم الى 4-2 اهو قدام حضراتكم، وهيرجع تاني كاتالين مكانه ومحاوله فتح ثغرات وعلى الدايره الى 27 اللي استلم كورته الكساندرو، استلم كورته ووسع لنفسه ولف وخد وقته تماما وبص للمرمى وصوب واحرز الهدف ل 12 اهي الاعاده اهي التمريره، استلم كورته وبالراحه وقف وخد الجامب والارتقاء بتاعه وبص على المرمى وحط الكرة على شمال حارس المرمى الهدف ال 12 تاني دانيال بارنا الباك رايت وعشرة سنتر هاف كوبا زابولا بيغير مركزه مع الخط الخلفي ومع بيتر رقم 11 وبيحاول يوصل كرة على الدايرة لكن يقطعها الدفاع الروماني، وتاني على طول ألكساندرو أهو اللي واضح كل توجيهاته لتعليماته والخط الخلفي هيطلع الجناح اليمين المرة دي الوينج رايت، وبرده على الدايره تاني اللي واضح التعاون والتناغم ما بين الخط الخلفي والخط الامامي للمنتخب الروماني، وبرده بيرد على طول المنتخب المجري برميه ارسال سريعه بعد ما احرز منتخب رومانيا الهدف ال 13 يرد على طول المنتخب المجري بكوره برده وتعاون ما بين الخط الخلفي ويحرز الهدف ال 13 وهدف التعادل 13-13 وبرضه اتلعبت رمية الإرسال سريعة بوجدن ألكساندرو في نص الملعب على يمينه كودرين ترجع تاني لألكساندرو سنتر هاف برضه الجناح هيطلع هو بيقطع الجناح اليمين الوينج رايت رقم 6 ديفيد وهي 4 وفي 2 لعيبة على الدايرة هم شايفينهم حضراتكم وهيرجع تاني ديفيد لكن حاول رقم 3
بوجدان، لكن كان في فاول عكسي على الهجوم الروماني وتوصل على الدايره برضو تاني الى مين؟ الى لاعب رقم 24 جيلبرت فيكيت اللي احرز برضو تاني اهدافه على التوالي. 14 المجر، 13 رومانيا، تصويبه وتصدي من حارس المرمى ويقطعها تاني. المنتخب المجري كان رايح فاست بريك لكن الملعب كان وقف نتيجة ان الكابتن هايدي والكابتن هايدي وياسمين السعيد وقفوا الملعب عشان يدوا انذار وكارت اصفر الى المدير الفني للمنتخب الروماني ادريان بيتيريا. وطبعا في المعسكر الثاني المعسكر الاحمر احتجاج من الجهاز الفني لمنتخب المجر انه بيطالب ان الكرة كانت رايحة فاست بريك هجمة مرتدة سريعة، فوقف الملعب ليه بناء على صافرة طاقم التحكيم. وصلت الكرة للجناح الشمال وحاول يخش الوينج ليفت لكن تقع الكرة من ايده ويلمها على طول المجر رومانيا عفوا الكساندرو بوجدان لالكساندرو الثاني في نص الملعب ويطلع الكساندرو لعب للدايره واحدى العاب الهوا والتعاون بقى تاني ما بين كودرين وبوجدان المره دي، بس المره دي ما بيدهلوش قطريه عرضيه بره التسعة متر، لا ده بيدهله جوه الستة متر في الهوا بيستلم كورته ويصوب في الشباك الهدف ال14. احدى العاب الهوا كده اللي بتعجب الجمهور وبتمتع كل المتابعين والحاضرين وبتحببهم بزياده في كره اليد. 14-14 بيحاول بيتر ليه على الدايرة توصل إلى أدم ويتصدى حارس المرمى لوكا بجسارة ويمنع كورته برد فعل سريع قبل ما تعدي خط المرمى بعد ما تصدلها في المرة الأولى. أهي تصويبة تصدي عملت بند في الأرض وكانت رايحة لكن برد فعل ورفليكس عالي من لوكا يمنع الكرة من الوصول وان هي تعدي خط المرمى. تاني الكساندرو كودرين الى بوجدان ودفاع قوي ومعاها صفارة ورمية حرة وتايم اوت وقت مستقطع لصالح منتخب رومانيا. هنتابع مع حضراتكم كلا المنتخبين والتوجيهات والتعليمات. ادي المدير الفني الروماني المجري لازيو ستونيا بيدي توجيهاته لفرقته، وكنت بقول لحضراتكم ان المدير الفني اللي قدام حضراتكم ده مشاهدينا الاعزاء كان حاصل على تاني العالم مع منتخب الشباب الجيل اللي قبل ده للمنتخب المجر 2002، وعشان كده الاتحاد المجري لكرة اليد أوكل له مهمة منتخب 2004 اللي حصل معاهم بعد ما نزل من تاني عالم حصل معاهم على المركز ال11 وهم في مستوى منافسات الناشئين مش الشباب. المنتخب ده كان حاصل على مركز ال11 بطولة العالم الماضية. انتهى الوقت المستقطع مشاهدينا الأعزاء، وأدي الجالية الرومانية اللي هي حضرت بالأمس وبتحضر النهاردة لمؤازرة منتخبها من صالة رقم 2 من مجمع الصالات باستاد القاهرة، وبيخش تاني الكساندرو بيعمل خداع واختراق عكسي كده من ناحية الرايت وهو مش أشول ويحرز الهدف ال15. تصويبة مجرية قوية عن طريق رقم 11 بيتر لكن بره الثلاث خشبات ويلمها على طول لوكا بيرفوفير حارس مرمى رومانيا عشان يحافظ المنتخب الروماني على تقدمه. وإحنا خلاص مشاهدينا الأعزاء بنلعب
خلاص متبقي دقيقة وخمس ثواني تقريبا على زمن وأحداث نهاية الشوط الأول من هذا اللقاء. كودرين وتصويباته القوية جو أرض على يمين حارس المرمى تعانق الشباك ويزود فارق الأهداف إلى هدفين، 16 رومانيا 14 المجر. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وزاد الفارق إلى هدفين، وعلى طول المجر بيطلب بقى الوقت المستقطع التايم أوت. المدير الفني لازيو اللي قلت لحضراتكم عليه واضح السن، مدرب مواليد 70. مشاهدينا الأعزاء، يعني 53 سنة خبرة طويلة في ملاعب كرة اليد. طبعا المجر من الدول اللي فيها لاعبتنا المحترفة فيز بريم، هو النادي الأشهر طبعا المحترف به نجوم منتخبنا الوطني الأول يحيى خالد ويحيى الدر. انتهى الوقت المستقطع مشاهدينا الأعزاء، وأيضا رومانيا برضو كان في دينامو بوخارست اللي كان محترف فيه نجم منتخبنا الوطني وستر فيرود منتخب مصر محمد ممدوح هاشم في نادي دينامو بوخارست. انتهى الوقت المستقطع التايم اوت اللي طلبه المنتخب المجري، واستأنفنا اللقاء. هنشوف متبقي ثواني على نهاية وصافرة نهاية الشوط الأول، وما صوبش بطريقة غريبة جدا، مش عارف ليه لعب المنتخب المجري بالرغم انه ارتقى وعمل الخداع وعدى واخترق في الدفاعات المجرية الرومانية وتعمق في عمق الدفاعات، وكان خلاص هو على الستة متر والمفروض يصوب، ما صوبش تقريبا عشان الثواني ما كانتش لسه عدت. وادي كرة تاني للمنتخب الروماني، كودرين ويعمل خداع ويصوب ويحرز الهدف ال17 عشان يزيد من آلام وأوجاع المنتخب المجري اللي بيرد بقى المرة دي بالهدف ال15 ومعها صافرة نهاية أحداث الشوط الأول مشاهدينا الكرام، بتقدم المنتخب الروماني بنتيجة 17 مقابل 15 المجر. شكرا لحضراتكم مشاهدينا الأعزاء على متابعتكم معنا، واستراحة قصيرة على أمل اللقاء بكم بعد انتهاء الاستراحة وقبل بداية أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي أنساتي سادتي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، مرة أخرى نطير بحضراتكم إلى الصالة رقم 2 ومجمع صالات استاد القاهرة الذي يحتضن بطولة استادات الدولية لكرة اليد لمنتخبات الشباب. انطلق الشوط الثاني منذ لحظات قليلة مشاهدينا الأعزاء، اللي انتهى شوطه الأول بتقدم منتخب رومانيا بفارق هدفين 17-15، وبتضيف رومانيا في أولى هجماتها دلوقتي مشاهدينا الكرام الهدف الثاني بعد ما انتقل الميكروفون والحديث والحوار الفني مع الزميلة مريم و ضيوفها في الاستوديو الكابتن فوزي كابتن ابراهيم السيد والكابتن مصطفى فاضل، وسمعنا منهم شرح ووضع كلا الفريقين في ال 30 دقيقه على مدار الشوط الاول. تصويبه قويه عن طريق مين؟ عن طريق الظهير الايمن لمنتخب المجر اللي بيحرز أول أهدافه بقى في الشوط الثاني،
لتصبح النتيجة 17-16 فارق هدف واحد، ولمتها رومانيا وراحت حاولت تصوب لكن تصدى لها حارس المرمى وتبقى الكورة هجمة لصالح المنتخب المجري. قدام حضراتكم النتيجة اهي على الشاشة، 17 المجر اللي معاها الكرة بالزي الأحمر، 18 رومانيا بالزي الأزرق. وتصدي تاني من لوكا، لوكا وتشجيع وتحية من ألين كوزماسيك من على الخطوط وبنك الاحتياط ودكة البدلاء للمنتخب الروماني. اتلعبت رمية الجانب، وقعت تاني الكرة من الهجوم الروماني عن طريق مين؟ عن طريق تماس رقم 77، وقعت الكرة من ايده ويلمها على طول الدفاع الروماني ويروح وينظم ويهدي ملعبه تاني على مهله خالص. نزل دلوقتي ماني توما، توما قدام حضراتكم 44 سنتر هاف للمنتخب الروماني، وتقاطعات وتخدير في مراكز الخط الخلفي ويصوب لكن يتصدى حارس المرمى لازيو، ولا أتيلا بقى دلوقتي اللي نزل رقم 16 للمنتخب المجري. توما فينت وخداع ويعمل مروحة جميلة واختراق ويتوغل ويتعمق في عمق الدفاعات المجرية ويحرز الهدف ال 19. 19 رومانيا 17 المجر مشاهدينا الأعزاء، وهي الإعادة اللي فيها كل الإفادة. وآدي رادفانيسكي أتيلا حارس مرمى منتخب المجر اللي ما نجحش ان هو يتصدى للتصويبة الماضية. تاني بيلعب دلوقتي رقم 10 هوبا كصانع ألعاب وسنتر هاف لمنتخب المجر، وكوفازيس اهو اللي معاه الكوره، وتاني خداع كده محاولة تمويه كده بالتصويب وياخد خطواته ويرتقي ويوصل الكوره الى 10 تاني هوبا، لكن فاول وصفاره وفاول برضو تيرن اوفر على المنتخب المجري. دلوقتي 9 سورين في الوينج رايت تشكيل منتخب رومانيا، وكودرين في الباك رايت، وتوما سنتر هاف، وفي الباك ليفت بوجدان، وعلى الدايره الكساندرو اللي استلم كورته واستعمل قوته بقى البدنيه المفرطه وشايفين والطول اللي بيتميز بيه، ودخل المدافع اجبره ان هو يدافع عليه من داخل منطقه 6 متر، وعلى طول صفاره الكابتن هايدي والكابتن ياسمين والرميه الجزائيه وبيصوبها على طول اللاعب رقم 6 ديفيد بافلوف ويحرز بيها الهدف ال20. زاد الفارق الى 3 اهداف لصالح المنتخب الروماني. هوبا في نص الملعب اهو السنتر هاف بيمرر الى 77 تماس ويستلم تاني الكوره، وهيطلع مين؟ هيطلع دانيال. رقم ساندرو كيسي رقم 20 الظهير الايمن الباك رايت، لكن ما بينجحش برضو وبتقع الكورة وبيلمها على طول فريق الروماني. تاني هوبا على الدايرة حاول بقى يعمل تعاون كده ما بينه وما بين لاعب الدايرة لكن وقعت من ايده. حاول منتخب المجر انه يعمل فاست بريك سريع وهجمة مرتدة لكن قطعها ارتداد الدفاعي السريع للمنتخب الروماني وقطعوا الكورة وحافظوا على النتيجة بفارق الثلاث أهداف زي ما قدام حضراتكم
20 رومانيا 17 المجر، وبنلعب في الدقيقة 7 من زمن وأحداث الشوط الثاني. هوبا ويدخل بقى مين؟ لقطة طريفة، دخل بوجودان اللي صوب وتصدى لها حارس المرمى أتيلا رادافانسكي، ولكن اندفاعه خلاه يرتطم بأحد المصورين الصحفيين اللي بيغطوا البطولة إعلاميا، وإن شاء الله ما يكونش حصل أي كسر ولا حاجة في الكاميرا اللي بيحملها بيد. تاني منتخب المجر على مهله، والمنتخب الروماني والدفاع القوي عن طريق مين؟ عن طريق اللاعب رقم 9 سورين جورج اللي بيطلع بره، هو بيسيب مركزه رقم 2، هو بيدافع في المركز 2. ابتدى منتخب رومانيا دلوقتي يلعب دفاع 4-2، اللي بيدافعوا في مركز 2 مشاهدينا الكرام من اليمين ومن الشمال للمنتخب الروماني بيطلعوا على 9 متر يقابلوا دفاع بالمقابلة، يعني هي مش 4-2 مفتوحة، ولكن 6-0 بتتحول ل 4-2 لما بيخرج المدافعين رقم 2 في الشمال وفي اليمين على 9 متر عشان يقابلوا الخط الخلفي للمنتخب الروماني. تاني رومانيا، وتاني بقى المهارات اللي بتنهي العبارات عن طريق توما، مهني توما اهو رقم 44 بياخد تشجيع وتحية زملائه والجهاز الفني، وادي الاعاده اللي فيها كل الافاده، عمل فنت جميل وسبين ذا ريست اروع، والكوره تلف وتعانق الشباك وزاد الفارق الى 4 اهداف، واحنا بنلعب في الدقيقه 9 من زمن واحداث الشوط الثاني. اعزائي المشاهدين، 21 رومانيا 17 المجر، وطبعا اجبر على طول الجهاز الفني لمنتخب المجر انه يحصل على التايم اوت الوقت المستقطع. ادي اهي شايفين المهاره اللي بتنهي العباره، والكره اللي كنت بقول لحضراتكم عليها تصويبه وتصدي والاندفاع، ورجله اهي، يعني مخرجنا وطاقم اعدادنا على طول بيورينا اللقطه اللي كنا بتكلم حضراتكم عليها، ورجله وهي بتصطدم بالكاميرا في يد المصور والزميل الاعلامي اللي بيغطي البطوله، وادي الجالية الرومانية في المدرجات، والفرحة على أداء منتخبهم على وجوههم وتحيتهم للاعبتهم. منتخب الروماني قلنا لحضراتكم ان ده تاني لقاء واللقاء الأخير ليه، يبقى كده منتخب مصر على قمة ترتيب هذه الدورة، دورة السادات الدولية الودية لكرة اليد، بثلاث نقاط من فوز بالأمس، ومنتخب رومانيا هزيمة يعني معاه نقطة وحيدة، أما منتخب المجر فده أول لقاء لي فزيرو من النقاط. انتهى الوقت المستقطع، واستأنفنا اللقاء مع حضراتكم والهجمة للمنتخب المجري والتصويب والاختراق عن طريق أحد اللاعبين رقم 90 لافنتي توث سنتر هاف، هو اللي راجع قدام حضراتكم، لاعب صغير السن مواليد 2005 مشاهدينا الكرام، عمل خداع جميل واخترق وتعمق وأحرز هدف رائع وحصل على ايقاف دقيقتين. شايفين حضراتكم الدريبلاية والشمال يمين شمال بالاختراق، وكرة من بين اقدام حارس المرمى، وايقاف دقيقتين على مدافع المنتخب الروماني. ابتدى منتخب المجر يلعب 3-3 مقفول اهو على 9 متر، وهيستغل النقص العددي ولا المرمى الخالي، وفعلا يستغل المرمى الخالي اللي الخطأ هيكون غالي، وهو ده اللي حصل، واستطاع انه يقلل الفارق دلوقتي عن طريق اللاعب رقم 24 جيلبرت فيكت اللي قطع الكوره وصوب بكل اريحيه، بالرغم ان كان معاه مدافع، لكن في المرمى الخالي الهدف بيكون غالي. 19 المجر 21 رومانيا، بنلعب في الدقيقه 11 مشاهدينا الاعزاء.
هل هيحافظ منتخب رومانيا على تقدمه وتفوقه، ولا منتخب المجر هيكون ليه رأي تاني وهيقلل الفارق ويوصل وتاني كرة تقع تمريرة، لكن كان فيها دفاع من على بوجدان رقم 7. وادي أدريان بيتريا المدير الفني لمنتخب رومانيا بيقول له اهدى خد وقتك. بوجدان الى توما، وتوما وتصويبه جو بقى فيها الشباك المجرية يحرز بيها الهدف ال 22، واحنا بنلعب في اخر الدقيقة 11 من زمن واحداث الشوط الثاني. بيتر قطع وغير مركزه مع ليفنتي سنتر هاف، وتوصل الكرة الى كودرين. لا ده مش كودرين، ده 26 دلوقتي، ده 26 للمنتخب المجري مشاهدينا الاعزاء، لكن صوب تصويبه بره الثلاث خشبات ادم ناجي. وتبقى رميه مرمى لصالح منتخب رومانيا. ونزل ايضا دلوقتي رقم 20 ادوارد جورجي على الدايره، برضو لاعب قوي، وتصويبه عكسيه كده عكس حركته وهو رايح بوجدان في الظهير الايمن الظهير الايسر الباك ليفت، وهو رايح بالكوره على نص الملعب، فطبعا حارس المرمى بيتحرك معاه، ودي يمكن كانت كوره برضو امبارح جت في يوسف وليد حارسنا حارس منتخبنا الوطني للشباب، انه بيتحرك مع المهاجم، وكان في عتاب من الكابتن طارق محروس المدير الفني لمنتخبنا على الكره دي، وكره كوبي بيست كده نفسها اللي احرزها بوجدان في الشباك المجريه. استغل ان حارس المرمى رايح جهه الشمال وبيسيب يمينه فاضي وبيصوب عكس حركته على طول، هدف الهدف 23 لصالح منتخب رومانيا. على الدايره توصل للجناح رقم 88 للمنتخب الروماني بايان، يحرز به الهدف العشرين. تاني توما لكودرين، وكودرين منه الى 5 جورج، الى 9 عفوا سورين، ويصوب لكن يتصدى لها حارس المرمى رادفانيسكي، وتبقى رميه جانب، ويستلم تاني بقى المره دي كودرين، ويخش بقى بيدي لا بيدي عمرو، ويصوب هو ويحرز في الشباك المجريه الهدف ال 24. نلعب في الدقيقه 14، اهي تمريره عنضريه، واستغل الثغرات الدفاعيه اللي بين مركز 1 و2 في الدفاعات المجريه، وصوب واخترق واحرز الهدف ال 24. ليفنتي منه الى مين؟ الى 98 دانيال، ومنه الى تماس، الى بيتر رقم 11، ويصوب ويحرز الهدف ال 21. توما بوجدان لتوما تاني، اخترق توما وتوغل واخترق يعني، وبيطالب اهو، شايفين الاعاده حضراتكم، ادي اهي التمريره العرضيه وتقاطعات الخط الخلفي لمنتخب المجر والارتقاء العالي لبيتر، ويحرز بيها الهدف ال 21 للمنتخب المجري. كودرين لبوجدان اللي جه في نص الملعب، وتوما راح في الباك الشمال الباك ليفت على الدايره الى ادوارد رقم 20، وبيرد عليه الهجوم المجري بعد ما احرز منتخب رومانيا الهدف ال 25، بيرد على طول توث رقم 90 ليفانتي توث، توث في نص الملعب، وعلى شماله بيتر. تغيير بقول لكم حضراتكم، الخط الخلفي بيعمل تقاطعات كده، السنتر هاف بيسيب مركزه ويفوت الكره للباك ليفت، والباك ليفت يفوت الكره للباك رايت، وكلها بتسبب خلخله في الدفاعات ومحاوله فتح ثغرات، لكن ما نجحش دلوقتي
آدم أنه يستلم كورته اللي طلعت برا الملعب رمية جانب على طول لصالح منتخب رومانيا. توما إلى خمسة دلوقتي اللي نزل جورج بنتوي في الباك ليفت وتقع الكرة برضو يلمها على طول منتخب المجر ويروح توث. على مهله بينظم صفوفه بيظبط ملعبه ويتعاون ما بينه وما بين لاعب الدايره ويتصدى لها لوكا، لكن المره دي بقى ما قدرش يجيبها قبل ما تعبر خط المرمى وتبقى الهدف ال22 لصالح المنتخب المجري. 25 رومانيا 22 المجر. انتصف الشوط الثاني مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وثاني ايام وثاني لقاءات دوره استادات الدوليه الوديه لكره اليد للشباب. صفاره وفاول ورميه حره لصالح منتخب رومانيا، ونزل دلوقتي بقى الكساندرو القاطره البشريه للمنتخب الروماني على الدايره وفوت توما ونزل هو كمان على الدايرة وتصويبة قوية من بين أقدام حارس المرمى ما يلحقش يجيبها. وآدي لوكا هو واضح عليه الزعل عن طريق كانت تصويبة بوكولاي يحرز بيها الهدف 26. بيتر وتصويبة ودفعة قوية طبعا فيها على طول عقوبة، دفعة قوية على مين؟ على دانيال بارنا اللي واقع قدام حضراتكم اهو. بارنا قايم الحمد لله قام سليم لان دي دفعة وهو في الهواء، وطبعا دي بتبقى خطرة جدا مشاهدينا الكرام لان هو بينزل بقى بأي وضع على حسب الدفعة، وده اللي حصل عليه المنتخب الروماني عقوبة الإيقاف لمدة دقيقتين نتيجة الدفع لبارنا وهو في الهواء. تاني بارنا توث إلى بيتر لبارنا وتوصل للجناح اليمين الوينج رايت اللي دخل وصوب رقم 7 رونالد وأحرز بيها الهدف 23. كده برضو هيطلع حارس المرمى عشان هيكون المرمى خالي، وطبعا استغل المنتخب الروماني السهو الدفاعي كده اللي حاصل نتيجة ان كان المدافع بيتكلم مع كابتن هايدي السعيد حكم لقاء اليوم وبتوضح له حاجة بالنسبة لخروجه خارج خطوط الملعب ويستغلها الهجوم الروماني ويحرز الهدف 27. وتاني مجر بترد على طول برمية الإرسال وتصويبة، لكن لوكا بيرفوفير والتألق حتى الآن متصدي لأكثر من 5 تصويبات في الشوط الثاني. وآدي فيكت رقم 24 للمنتخب جيلبرت فيكت للمنتخب المجري، بتطلب منه كابتن ياسمين السعيد ان هو ما يهوش بالكوره في وش اللاعب حتى لو كان بيطالبه بالابتعاد الثلاثة متر عشان يلعب الرميه الحره، واتلعبت على طول الرميه الحره وتصويبه قويه للمنتخب المجري اهي عن طريق توث رقم 90 بالاختراق والتوغل في عمق دفاعات رومانيا يحرز بيها الهدف 24. جورج ونزل دلوقتي صانع الألعاب مين؟ رقم 11 بوكولاي اللي جه وعمل تمريرة إلى جورج ويصوب جورج من الثبات، لكن تصطدم بالعرضة وتطلع رمية مرمى لصالح منتخب المجر. توث الى 77 تماس
كوفاكس اهو اللي قدام حضراتكم الباك ليفت. لمين؟ ل 98 دانيال بارنا ويوصلها الى تماس ويصوب ويتصدى لها حائط الصد البلوك وتبقى رميه جانب لصالح المنتخب المجري. كوفاكس توث لعبت الرميه الحر. بارنا بارنا اللي جه في نص الملعب وعمل تغيير مراكز ما بينه وما بين توث في الخط الخلفي. اهو رقم 98 راجع اللاعب الاشول وادي فيه كارت التايم اوت الوقت المستقطع اللي طلبه على طول المدير الفني لمنتخب المجر. واحنا بنلعب في الدقيقه كام مشاهدينا الاعزاء؟ في الدقيقه 21 من زمن واحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. ما زالت السيطره والتقدم والغلبه لصالح منتخب رومانيا 27 مقابل 24 المجر. طبعا يهم اهي قدام حضراتكم النتيجة وساعة الصالة رقم 2 باستاد القاهرة 27-24 بنلعب في الدقيقة 21. وهيدي تعليماته وتوجيهاته في كلا المعسكرين كلا المديرين الفنيين. وادي الجالية الرومانية اللي بتؤازر منتخباتها ويمكن كاميرا ما جابتش لاعبتنا واللي بيشاهدوا هذا اللقاء منتخبنا الوطني للشباب. وادي توث والتعاون ما بينه وما بين 24 جيلبرت فيكت اللي صوب الكوره اللي ما لحقش لوكا ان هو يحصلها قبل ما تعدي خط مرماه. وعلى طول لازيو المدير الفني لمنتخب المجر. انتهى الوقت المستقطع وهنستأنف اللقاء مع حضراتكم مشاهدينا الاعزاء. كابتن ياسمين بتدي اشاره البدء وتصويبه عن طريق توث بيهدي ملعبه عايز يصوب تصويبه قويه وكان واضح ان في شغل خططي كان بيتعمل عشان كده صوب في اخر لحظه واستغل الدفاع المتقدم ويحصل على فاول ورميه حره. كوره من العاب الهوا بقى ما بين توث ودانيال بارنا استلم كورته وبيرد على المنتخب الروماني اللي عمل كوره من العاب الهوا في الشوط الاول فبيرد برضه المنتخب المجري بالهدف ال 25 عن طريق العاب الهوا ويحرز بيها في الشباك الرومانيه. قلل الفارق الى هدفين مشاهدينا الاعزاء وعد المنتخب المجر طريقته الدفاعيه الى 4-2 كده وتصويبه ترتد وتتصد من حائط الصد بلوك اهي توث راح وعمل خداع كده وطلع الدفاع بره وادى فرصه ل دانيال بارنا انه يستلم في الهواء جوه الستة متر ويصوب ويحرز الهدف ال 25. الكساندرو لكودرين تغيير مراكز وتصويبه قويه لكن كان في دفاع قوي وضربه في ايد كده كودرين وتبقى صفاره وفاول ورميه حره لصالح منتخب رومانيا من على خط التسعة متر من منتصف الملعب تقريبا. الكساندرو اهي ادي الاعاده وادي حائط الصد البلوك اللي عمله 24 جيلبرت فيكت ورميه الجانب. إشارة اللعب السلبي ما زالت مرفوعة كده هنشوف هل متبقي تمريرات ولا لأ. وتصويبة قوية يتصدى لها على طول أتيلا رادفانيسكي وتبقى رمية مرمى ياخدها توث ويهدي ملعبه. كوفيس على شماله 77 تماس كوفاكس أهو قدام حضراتكم وعلى يمينه 98 بارنا دانيال بارنا. وادي الكابتن ياسمين اهي برضو بتدي التوجيهات للدفاعات الرومانيه وبالطالب بعدم المسك بدون كره. حاول يقطع الكره من توث الى كوفيسك
ويوصلها للجناح اللي يخش بكل ارتياح وبكل شطارة ومهارة. رقم 7 رونالد تيريك يحرز الهدف 26، وتاني رومانيا بيبقى فيها سرعة وبيبقى فيها تسرع وليس فيها سرعة، وبيحصل بذكاء المنتخب. ادي التمريرة الذكية جدا توصل للجناح اليمين رقم 7 تيريك، يخش ويحط الكرة لب من فوق حارس المرمى الهدف 26 عشان يقلل الفارق إلى هدف واحد. مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وها فاول تاني عكسي على الهجوم النرويجي المجري، وصفارة على طول بتظبطه الكابتن ياسمين حكم لقاء اليوم مشاهدينا الأعزاء، وتصفر فاول وهجمة مرتدة على منتخب المجر. 3-2-1 دفاع المجري قدام حضراتكم اهو، وارتقاء عالي وتصويبة جو احدى قاذفات اهداف بقى المنتخب الروماني. جورج رقم 5 بينوتوي يحرز الهدف 28. تمس الى توث، وكان في دفاع ودفاع على الواجهة على طول بذكاء، استغل مهاراته ورشاقته. ادي تصويبة الجو بقى قاذفات اهداف المنتخب الروماني تعانق شمال الجون فوق في المقص الشمال الهدف 28. وادي رقم 5 من المنتخب الروماني اللي توث بذكاء رقم 90 سنتر هاف منتخب المجر ياخد الذكاء والرشاقة ويحصل على إيقاف لمدة دقيقتين على لاعب منتخب رومانيا. لكن على طول بارنا بيخش ويخترق ويصوب، لكن لوكا حارس المرمى يتصدى للكرة ويمنع الكرة من الوصول لشباكه عشان يحافظ على فارق الهدفين، وتبقى 28 رومانيا 26 المجر. بنلعب في الدقيقة 25 مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، ومعاها بيطلب المدير الفني أدريان بيتريا التايم أوت، الوقت المستقطع قبل ما تخلص الدقيقة 25 عشان يقدر ياخد التايم أوت الثالث مشاهدينا الكرام، لأن احنا عارفين متابعينا ومحبي كرة اليد في كل مكان ان كرة اليد في كل فريق بيحق له 3 تايم أوت في خلال المباراة. ولكن إذا لم يحصل على التايم أوت الثاني قبل الدقيقة 25 ما تنقضي، بكده ما يحقلوش إلا تايم أوت واحد، ما يقدرش ياخد التلاتة. فلو ما خدش التاني وجه بعد الدقيقة 25 في الدقيقة 26 الدقيقة 27 الدقيقة 28 لحد الدقيقة 30 ياخد تايمين ورا بعض، لا يحق له، هيبقى له تايم أوت واحد بس. فعشان كده هو طلب التايم أوت دلوقتي قبل الدقيقة 25 ما تخلص، عشان وهو قدام حضراتكم 24 دقيقة و34 ثانية من زمن وأحداث الشوط الثاني، عشان يقدر ياخد التايم أوت الثالث كمان لو كان في احتياج ليه في المتبقي من الشوط الثاني والمباراة. استأنفنا اللقاء بعد انتهاء التايم أوت اللي ادى تعليماته وتوجيهاته المدير الفني الروماني، وادي عد له 3-2-1 مفتوحة بخروج 3 لعيبة بيطلعوا بره 9 متر شايفين للمنتخب المجري، وتصويبة ودفاع قوي. تصويبة من مين؟ من كودرين رقم 15 الباك رايت اهو اللي راجع قدام حضراتكم بيجي في مركزه، والدفاع المتقدم المجري تاني كودرين. تصويبة عرضية قطرية من الباك للباك، من الباك رايت للباك ليفت إلى بوجدان، يستلم كورته ويخترق ويصوب الهدف 29 لصالح رومانيا. رجع الفريق 3 أهداف تاني، وأدي توث وتعليماته للاعب الدايرة رقم 24 في فريقه جيلبرت فيكت بيقول له تعالى شمال، يرجع يمين بيحرك، وادي تاني اهي كورة تاني لتوث، استلم كورته ومال بجزعه وبعد ايده عن مرمى حارس المرمى تماما وصوب الهدف 27 بمهارة بنعلمها لناشئنا
أولادنا وبناتنا في كرة اليد المصرية أن أنت تحاول تبعد بإيدك، وده اللي عمل التوث عن حارس المرمى. 27 المجر، 29 رومانيا، بنلعب في الدقيقة 27 مشاهدينا الكرام من زمن وأحداث الشوط الثاني، وهذا اللقاء ثاني أيام بطولة السداد الدولية الودية لكرة اليد. اختراق ومحاولة للتصويب عن طريق بوجدان رقم 7 من المنتخب الروماني، بوجدان فويكا اهو اللي معاه الكورة، إلى 11 بوكولاي، إلى 15 كودرين، يصوب كودرين ويحرز الهدف 30 لصالح المنتخب الروماني. توث وبقى يرد على طول، توث وصل كورتو إلى مين؟ إلى 77 تماس اللي عمل خداع شمال يمين شمال، وصوب تصويبه قوية جدا، لكن لسوء حظه ترتطم بالقائم، والحسن حظه برضه في نفس الوقت ان هي ترجع يعمل عليها متابعة رقم 74 جيلبرت ويحرز الهدف 28، وبيرد تاني منتخب رومانيا عن طريق قاطرة البشرية ألكساندرو ويحرز الهدف 31. اختراق وتوغل عن طريق مين؟ عن طريق توث. هو قلت لحضراتكم العقل المفكر ومكسر دفاعات، ادي كوفيكس تصويبته في القائم يلمها على طول 74 يحرز بيها الهدف المجري. رمية جزائية يلعبها دلوقتي رقم 7 رونالد تيريك، الهدف 29 عشان يبقى فارق الهدفين محافظ عليه منتخب المجر، ويدي أمل لمنتخب المجر انه يقدر يحصل على نقاط هذا اللقاء لو وصل للتعادل في قد ايه، في تقريبا 2:05 المتبقيين على زمن واحداث الشوط الثاني والمباراة. فاول عكسي ماشي بالكرة 4 خطوات كده واستغلوا طبعا خطأ، وقلت لحضراتكم الخطأ هيكون غالي وفي الشباك الخالية، وآدي تاني كورة بيعيد الهدف ده لم يحتسب مشاهدينا الأعزاء، لأن كان في صفارة وفي كارت أصفر على المدير الفني المجري لازيو، ورجعوا الكورة تاني ولسه فارق الهدفين زي ما هو. تماس لتوث، اللي توث قلت لحضراتكم معاه الريموت كنترول وفكك لوغاريتمات الدفاعات المجرية رقم 90، اهو اللاعب ده اللي بيدافع بذكاء وبيهاجم بذكاء، ويعني بالرغم ان هو جسمه مش كبير وبالرغم ان هو لاعب صغير السن مواليد 2005، الا انه مشاهدينا الاعزاء هو اللي كان نقطة السحر والجاء يعني حلال العقد زي ما بيقولوا للمنتخب المجري في الدفاعات. كرة تاني توصل الى ألكساندرو رقم 27 حاول عليها 71 اهي الكرة حاول عليه، لكن كان ألكساندرو قلت لحضراتكم قاطرة بشرية باين فارق الجثمان ما بينهم وما بين بعض. وادي بنلعب في الدقيقة 30 من زمن وأحداث الشوط الثاني مشاهدينا الكرام، متبقي حوالي 40 ثانية تقريبا على زمن وأحداث الشوط الثاني، والنتيجة أصبحت 32 رومانيا 30 المجر، فارق الهدفين. وكده نقدر نقول هنشوف الدفاعات المجرية، وتوث برضو بيستغل مهاراته وقدراته ويحرز الهدف 31، متبقي حوالي 15 ثانية مشاهدينا الأعزاء على زمن وأحداث الشوط الثاني والمباراة، وكرة على الدايرة توصل إلى رقم 9 سورين جورج يحرز بيها الهدف 33، ومعاها
رمية الإرسال والهجمة المرتدة السريعة لمنتخب المجر اللي بيصوب بره الثلاث خشبات وصافرة نهاية أحداث الشوط الثاني والمباراة مشاهدينا الكرام بفوز منتخب رومانيا 33 على المنتخب المجري 31 وحصده لأول نقاط في هذه البطولة في تاني لقاءاته ولقاءه الأخير. وبكده يبقى ترتيب البطولة المنتخب المصري أول، المنتخب الروماني تاني، المنتخب المجري تالت. وزي ما شايفين قدام حضراتكم فرحة واحتفال لاعبي المنتخب الروماني بفوزهم على المنتخب المصري اللي هيقابل المنتخب المجري بكرة إن شاء الله في لقاء هيكون قوي ومثير زي ما تابعنا في هذا اللقاء. شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم معنا، وهنبقى مع حضراتكم عشان نعرف مين خد أفضل لاعب في المباراة البيست بلاير أو الـ MVP في هذا اللقاء اللي أتوقع إنه يكون يا كودرين الباك رايت للمنتخب الروماني أو لوكا حارس المرمى، أو لو راحت الجايزة للفريق المهزوم هيبقى التوث صانع ألعاب وسنتر هاف المنتخب المجري رقم 90. ده اللي هنتابعه مع حضراتكم ونشوفه وإحنا بنعلن من صالة رقم 2 بمجمع استادات صالات القاهرة باستاد القاهرة الدولي من هيقدم أفضل لاعب في هذا اللقاء. المذيع الداخلي للاستاد بالأمس حصل لاعبنا ياسين عبد المنعم الشهير برهوان على البيست بلاير، والنهاردة هنشوف مين البيست بلاير في هذا اللقاء. وآدي يمكن في يمين الشاشة من أسفل واضح منتخبنا الوطني للشباب اللي كان بيتابع هذا اللقاء وبيشاهد، وعلى طول هيرجعوا على معسكرهم عشان هيبقى عندهم المحاضرة للكابتن طارق محروس المدير الفني. هنشوف النهاردة مين اللي هيسلم جايزة البيست بلاير. قدام حضراتكم مشاهدينا الأعزاء زي ما كنا بنقول لحضراتكم إن فعلا هو البيست بلاير في هذا اللقاء لوكا رقم 12 حارس مرمى المنتخب الروماني اللي كان ليه اليد العليا وعفوا اللي كان ليه دور كبير في حصد المنتخب الروماني لهذا اللقاء ونتيجته وفوز على المنتخب المجري. وده اللي قلناه لحضراتكم قبل الإعلان عن مين هو البيست بلاير مشاهدينا الأعزاء.
شكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا مشاهدينا الكرام. ويطير الميكروفون سريعا إلى الزميلة مريم وضيوفها الكرام باستوديو التحليلي كابتن إبراهيم السيد والكابتن مصطفى فاضل، فإليه هما الميكروفون.